السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وبعد. مرحبا يا جماعة في الجزء الثاني من محاضرة البكتيريولوجي الخامسة، تمام الجزء الثاني. المحاضرة هاي يا جماعة ما تبقى منها يعني شيء يسير. بدأنا بالمحاضرة الماضية، قلنا كيف بدنا نتعرف على البكتيريا، ايش الايدنتيفيكيشن اللي بدنا نعمله إلها. حكينا أول شيء بنعملها كلتشرينج في المختبر، إما في بروث ميديا أو في أجار ميديا، تمام. بعد هيك بناخذ الكولوني اللي طلعت عندنا وبنفحصها، تمام، نفحصها تحت الميكروسكوب فحص مبدئي من شكل الكولوني، من شكل البكتيريا تحت الميكروسكوب. بنقدر ناخذ تصور مبدئي عن نوع البكتيريا، بعدين بنعمل بعض الاختبارات او بعض التجارب، طيب، لاجل انه نعرف تحديدا شو نوع البكتيريا. هلا راح نحكي عن هذول التجارب، راح نحكي عن البيوكيميكال رياكشنز، 13 نوع من انواع الرياكشنز، تمام، راح نحكي عنهم. وراح ناخذ بعد ال 13 هذول زي اختبارين، بس مش بيوكيميكال رياكشن واحد. هذول الاختبارين، هذول الاثنين عبارة، كل واحد منهم عبارة عن جهاز بيعمل مجموعة من البيوكيميكال رياكشنز زي أجهزة، يعني بتريحك من إنك أنت تقعد تخمن شو البيوكيميكال رياكشن اللي بدك تعمله وكذا. لا، هذاك بيعمل لك البيوكيميكال رياكشنز كلهم مع بعض وبعطيك النتيجة، تمام. راح نحكي عن نوعين من هاي الأجهزة اللي بتعمل هيك أشياء. بعد البيوكيميكال رياكشنز راح نحكي عن السيرولوجيكال تيست، تمام، كيف بنميز البكتيريا بالسيرولوجي. بعدين بنحكي عن كيف بنميز البكتيريا بالجينيتك اكزامينيشن، طيب. وبنحكي عن الفيجينج تايبنج، تمام، على الفيج تايبينج تبع بنستخدم فيه البكتيريوفيج زي ما حكينا عنه. فهذول الاربعه راح نحكي عنهم، واخر شيء راح نحكي عن التصنيف بشكل يسير. يعني خلينا نبدا هلا في البيوكيميكال تيستينج ال 13 هذول. اول واحد البيجمنت برودكشن. هلا البيجمنت يا جماعه، تمام، في عده يعني الالوان ممكن تعطينا انطباع ايش نوع البكتيريا، بس هلا ما راح نحكي عن ايش اللون اللي بيعطينا انطباع، راح نحكي عن شكل البيجمنت نفسه. اما بيكون اندو بيجمنت، منحصر، تمام، منحصر في الكولوني، تمام، منحصر في الكولوني، ريستريكتد تو ذا كولوني. واما بيكون اكسو بيجمنت، بيكون زي هيك، هذا الاخضر كيف مفرد، عامل سبريدنج، مش محوط زي هون بالمكوره تبعته، تمام. ذا كلر ديفيوزز ان ذا سراوندينج ميديوم. ايش الامثله هون؟ هون الامثله عليها الجولدن يلو، ستافيروكوكس اشهر مثال، واحيانا الوايت اللي هم الاستافيلو ابيديرميدس، تمام، استافيل ابيديرميدس. طيب، في عندنا استافيلو كوكس اورياس وفي عندنا استافيلو كوكس ابيديرميدس. هذول الاثنين البيجمنت تبعهم عباره عن اندو بيجمنت، عباره عن اندو بيجمنت، تمام، اندو بيجمنت. مره ثانيه استافيلو كوكس اورياس هنا بتكون جولد، وهون استافيلو كوكس ابيديرميدس بتكون وايت. طيب، عندنا الاكسو بيجمنت اشهر مثال عليها استدنومز ارجينوزا، استدنومز ارجينوزا، طيب، استدنومز ارجينوزا بتعطي لون اخضر، بتعطي لون اخضر، طيب، بتعطي لون اخضر وبكون البيجمنت تبعها منفرد يعني. طيب يا جماعه، النوع الثاني من الاختبارات الهيموليسيز اون بلاد اجار، وهذول لما نيجي ندرس ستافيلوكوكس كثير راح نحكي عنهم، تمام. هلا احنا يا جماعه في عندنا كلتشر فيهم خلايا دم حمراء، في بعض انواع البكتيريا بتعمل كومبليت هيموليسيز، كومبليت هيموليسيز، بتحطم الخليه تحطيم كامل، تمام، بتحطم الخليه تحطيم كامل، تعمل بيتا هيموليسيز. في بعضهم بيعمل تحطيم جزئي، تمام، هون التحطيم الكلي بيطلع لون ذهبي، تمام، بيطلع لون ذهبي. الأمثلة عليهم ستريبتوكوكس بايوجنز، تمام، ستريبتوكوكس بايوجنز واستافيلوكوكس اوريوس، هذول النوعين من البكتيريا بيعملوا كومبليت هيموليسيس، بيطلع لون ذهبي. في الهيموليسيس الجزئي، الالفا هيموليسيس او البارتيال هيموليسيس، اللي بيعملهم ستريبتوكوكس فيريدنس، تمام، او ستريبتوكوكس فيريدنس، تمام، او النيموكوكي، تمام، النيموكوكي. هذول النوعين من البكتيريا ستريبتوكوكس فيريدنس والنيموكوكي بيطلعوا لون اخضر، بيعملوا تحطيم جزئي لخلايا الدم الحمراء. في منهم زي الانتيروبكتيرياسي او الانتيروكوكاي، تمام، هذول ما بيعملوا هيموليسز بالمره، ما بيعملوا هيموليسز بالمره، تمام، بيعملوا جاما هيموليسز اللي هي ما فيش هيموليسز اصلا، بس كلمه جاما هيك يعني انطباع انه ما في هيموليسز. فاذا مره ثانيه عندنا ثلاث انواع من هيموليسز، كومبليت هيموليسز او بيتا، بارتيال، الفا، ونو او جاما هيموليسز. طيب، اخذنا كل واحده مثال عليها. هلا في عندنا الماكونكي اجار، الماكونكي اجار وظيفته انه يكشف عن اللاكتوز فيرمنترز والنون لاكتوز فيرمنترز. البكتيريا بتقدر تعمل فيرمنتيشن لللاكتوز، تمام، بتظهر لون زهري، بتظهر لون زهري زي هنا زي الايكولاي، طيب، وزي الكليبسليا، تمام. الايكولاي والكليبسليا هذول الاثنين عباره عن انتيروبكتيرياسي، عباره عن بكتيريا تعيش في الجهاز الهضمي، طيب، الايكولاي والكليبسيا، راح نحكي كيف بنفرق بيناتهم. بس هلا هم الاثنين اعرفوا انهم يتميزوا مع بعض عن غيرهم، عن السالمونيلا والشيجيلا اللي هم ايضا بكتيريا تعيش في الجهاز الهضمي، انه هذول لاكتوز فيرمنترز، تمام، لاكتوز فيرمنترز بيطلعوا لون زهري، هون انا لاكتوز فيرمنترز بيطلعوا بيل كولونيز، بيطلعوا بيل كولونيز، طيب، اللي هم بيل يعني زي هيك باهت، تمام، بيل معناها باهت، ما طلعوا لون زهري. المهم، طيب، هذول طلعوا لون زهري الايكولاي والكليبسيا،
مهم ما طلعوا لون زهري السالمونيلا والشيجيلا. اسماء حفظ للاسف، للاسف مع انه المفترض انتم تستخدموا كل عيله تعرفوا كل خصائصها وتعرفوا هاي المعلومات، بس هون يعني راح تحفظوهم كلهم مع بعض، راح يفيدكم هو للاخر، بس يعني راح يكون غلبه عليكم. الله المستعان. هلا سمع حكينا عن 3 اختبارات، ممكن نعيدهم على السريع. طيب عندنا البيجمنت برودكشن، اما بعطي اندو بيجمنت واما بعطي اكسو بيجمنت. عندنا الشغله الثانيه الهيموليسيز اون بلاد اجار، اما بعطي كومبليت هيموليسيز او بارتيال هيموليسيز او نو هيموليسيز. هذا بالاخضر، هذا بالذهبي، هذا بيطلع شلون اصلا. طيب بعدين عندنا اللاكتوز فيرمنترز، حكينا بيطلعوا لون زهري. النون لاكتوز فيرمنترز حكينا بيطلعوا بيل كولوني، بيطلعوا بيل كولوني. طيب بعد هيك راح نحكي عن اختبار اللي هو الجلوكوز بروث with دورهام تيوب. هذول الجلوكوز بروث with دورهام تيوب اللي موجودين هون، تمام، هذول بيكشفوا عن بعض انواع البكتيريا. ممكن يصير لهم 3 شغلات. اول شيء يصير زي عمليه الجلايكوليسيس تبدا، تمام، فينتج عندنا كربوهيدرات فيرمنتيشن، تمام، ينتج عندنا كربوهيدرات فيرمنتيشن. اذا صار في عندنا كربوهيدرات فيرمنتيشن بيطلع اللون اصفر، اذا ما صار عندنا كربوهيدرات فيرمنتيشن بيطلع اللون زهري. ففي هنا نيجاتيف كربوهيدرات فيرمنتيشن لون زهري، هنا بوزيتيف كربوهيدرات فيرمنتيشن بيطلع اللون اصفر. فاللي بتعمل فيرمنتيشن للكربوهيدرات بيطلع لونها، البروث تبعها بيطلع لونه اصفر. طيب وفي انديكيتر كمان، ممكن اثناء الجلايكوليسيز، تمام، اثناء الفيرمنتيشن ممكن ينتج عندي غاز، فهذا بيعطيني تمييز اخر ايضا، انه هو انه ممكن يصير فيرمنتيشن ما يطلع غاز، وممكن يصير فيرمنتيشن يطلع غاز. فهم عباره عن اختبارين باختبار واحد. اذا مره اخرى شو اسمه، بنتج عندي مرات غازيوس باي برودكتس، تمام، ومرات ما بينتج عندي غازيوس باي برودكتس. الحالات الثلاثه زي ما حكينا، اما انه بنتج عندي اسيد اونلي بصير فيرمنتيشن وبنتج عندي اسيد اونلي، اما انه بينتج عندي اسيد اند غاز، تمام، بينتج عندي اسيد اند غاز، اما انه ما بينتج عندي شيء، ما بصير اصلا فيرمنتيشن، تمام، زي هنا ما بيصير في عندي اصلا مر بالمره فيرمنتيشن. بستخدمه هذا الاختبار لاني اكشف عن بعض انواع الجرام نيجاتيف بكتيريا، اكشف عن بعض انواع الجرام نيجاتيف بكتيريا. طيب يا جماعه هلا في البرودكشن اوف اندول، تمام، الاندول ايش قصته هذا؟ الاندول هذا يا جماعه اصله جاي من تكسر امينو اسيد اسمه تريبتوفان، تمام، امينو اسيد اسمه تريبتوفان، ستكسر بعطينا اندول. الاندول بوجود ماده اسمها الكوفاك ريجنت، تمام، الكوفاك ريجنت تحول لونه للون الزهري زي ما شايفين، بشكل طبقه زي هيك، يعني لونها لون زهري تقريبا. طيب برايت بينك كلر بعطيه. طيب فالفكره ببساطه هون بنميز بين الكليبسيا والايكولاي اللي حكينا عنهم قبل شوي، اثنين لاكتوز فيرمنترز. بس الايكولاي لما تنحط في هذا الاختبار، تمام، تقدر تعمل برودكشن للاندول من امينو اسيد اسمه تريبتوفان، بكون امينو اسيد اسمه تريبتوفان موجود في الحالتين، تمام. هون الايكولاي بتطلع اندول منه للتريبتوفان، طيب، بوجود ماده اللي هي كوفاك ريجنت، تمام. هون الكليبسيلا ما بتقدر تعمل هذا الشيء، فبضل اللون شفاف، تمام، ففي ابسنس للكلر الزهري. طيب يا جماعه اذا الايكولاي بتقدر تطلع اللون الزهري، الكليبسيا ما بتقدر تطلع اللون الزهري. عارف انه بعيد كثير بس عم بحاول اسهل الحفظ، لانه فعليا كل اللي راح نمر عليه ما فيه شيء زي الفاير او زي كذا، انه شيء كثير تفهمه، هم اشياء حفظ بس للاسف يعني. هلا عندنا الهيدروجين سلفايد برودكشن تيست، تمام، الهيدروجين سلفايد ال H2S هذا يا جماعه او اي سلفايد في الدنيا ممكن ينتج من بعض المركبات اللي فيها سلفر، ممكن ينتج من سلفر كونتيننج كومباوندز، تمام، بواسطه بعض الاختبارات. واللي بيكشف عنه اي زي ما قبل شويه حكينا بينتج عندي اندول من تريبتوفان، واللي بيكشف عنه الكوفاك رياجنت، تمام، هون اللي بيكشف عنه هم الايرون كومباوندز، هم الايرون كومباوندز، تمام، they allow detection of hydrogen sulfide production، تمام، hydrogen sulfide production بتحول اللون للون اسود، بتحول اللون للون اسود. من الامثله على هاي الاختبارات السلفايد اندول موتيليتي اس اي ام، والتريبر شوجر ايون اجار، تمام، تي اس اي اي. طيب يا جماعه بنستخدمه لبعض انواع الجرام نيجاتيف باسيلي، طيب، زي السالمونيلا، زي الفرانكسيلا، زي البروتيوس سبيشيز. طيب يا جماعه شوفوا هون كيف لما كان في شو اسمه نتج عندي H2S اللي هو سلفايد هيدروجين سلفايد، اللون صار اسود، تمام، اللون صار اسود، صار في بلاكينج تو ذا ميديوم. هون ما في لون اسود، فمعناتها انه ما عندي، ما تحول عندي الامينو اسيد التريبتوفان ل اندول، ما تحول عندي ل شو اسمه، تاكد اني مش غلطان، ما تحول عندي عفوا السلفر كونتيننج كومباوند نتج منه سلفايد، ما نتج منه سلفايد. طيب الاندول اللي قبله،
فالتلت هنا طلع نيجاتيف، تمام؟ التلت هنا طلع نيجاتيف. طيب يا جماعه، طيب عندي هنا تو تيست، تمام، اللي هي من الميثانول ريد رياكشن والفوجس بروكار رياكشن. هلا شو هذول الرياكشنز قصتهم؟ هنا في الرياكشن الاول عم نحاول ندور على الفيرمنتيشن تبع الجلوكوز. واحد بيقول لي وقف، ندور على الفيرمنتيشن تبع الجلوكوز. ما احنا حكينا قبل شويه بالجلوكوز مع شو اسمه اللي بيطلع هذاك زهري بيطلع اصفر. طيب شو فرق هذا الاختبار عن هذاك؟ ولا شيء، نفس الشيء، جد بحكي نفس الشيء، بس هون اللون اختلف، هون اللون احمر. طيب اذا كان الرياكشن بوزيتيف وصار في فيرمنتيشن، تمام، في انديكيتر اسمه ميثيل ريد انديكيتر ببين بتحول للون الاحمر لما يصير في عندنا شو اسمه فيرمنتيشن للجلوكوز، وهنا بيضل اللون اصفر. طيب وفعليا ليش طيب في اختلاف؟ ليش في اختبارين لنفس الشيء؟ ليش في اختبارين لنفس النوع؟ السبب يا جماعه انه احيانا بتكون عندنا بعض المواد متوافره وبعض المواد مش متوافره. في احيانا بيكون في بعض انواع البكتيريا اللي بناسبها مثلا اختبار معين اكثر، طيب الى اخره. طيب مين اللي بيطلع اللون الاحمر؟ الايكولاي. ما مين اللي بيطلع اللون الاحمر؟ الايكولاي. واللي ما بيطلع اللون الاحمر؟ الكريبسيا. صار عندنا اكثر من اختبار، تذكروا حكينا عن الايكولاي والكريبسيا قبل شوي واحنا بنحكي عن التفرقه بيناتهم. طيب هي اختبار اخر للتفرقه بيناتهم. طيب في عندنا اختبار ثاني اسمه فوجس بروكيرسر تيست. ايش هذا؟ هذا قصته يا جماعه بكل بساطه انه بينتج عندنا من الجلوكوز فيرمنتيشن، هنا في جلوكوز فيرمنتيشن زي اللي فوق، بس هنا بينتج عندنا ماده اسمها استيل ميثيل كاربينول. استيل ميثيل كاربينول، استيل ميثيل كاربينول عشان اكشف عن وجوده، طيب عشان اكشف عن وجوده بضيف كي او اتش، بضيف قاعده قويه زي الكي او اتش. طيب فالكلر هنا بتحول فوق لطبقه يعني بنقدر نحكي انها بينك على بني. طيب مين اللي بيطلع بوزيتيف هنا؟ الكليبسي عكس الاختبار اللي قبله، هنا بيطلع نيجاتيف، تمام. مين اللي بيطلع هون نيجاتيف؟ الايكولاي عكس اللي هون بيطلع بوزيتيف. طيب يا جماعه اذا عندنا الميثيل ريد تيست وعندنا الفوجس بروكيرسر تيست، ايش قصتهم؟ الاثنين بيعملوا فيرمنتيشن للجلوكوز، هنا بتحول اللون الاحمر مع الايكولاي، وهنا بتحول للون الزهري مع الكليبسيا. طيب وفعليا ليه؟ لانه التنتين بيعملوا فيرمنتيشن للجلوكوز، بس كل واحد بينتج ماده معينه. الايكولاي بتعمل فيرمنتيشن والكليبسيا ايضا بتعمل فيرمنتيشن، بس كل واحد بينتج ماده معينه، فبنقدر نكشف عنهم بهاي المواد. طيب طيب ستريت يوتيلايزيشن تيست، ايش ستريت يوتيلايزيشن تيست هذا بكل بساطه؟ تعالوا على الصوره هون. ستريت يوتيلايزيشن تيست يا جماعه هو انه بنضيف وين كنا؟ مش مكتوبه هون، ثواني بس عشان طيب عدنا وين كنا؟ كنا بنحكي عن ستريت يوتيلايزيشن تيست. ايش قصته هذا ستريت يوتيلايزيشن تيست؟ هذا بكل بساطه انه في كائنات يا جماعه عندها ستريس انزيم، عندها ستريس انزيم. طيب في بعض الكائنات بتعتمد على الستريت كالمصدر الوحيد للكربون. طيب احنا بدنا نحاول نكشف عنها كونها بتميز بعض المايكرو اورجانيزم، فهدول الكائنات بتستعمل الستريت انزيم لاجل انهم ينتجوا كربون، تمام، من الستريت. شو بيصير؟ بينتج عندي بعض المركبات القلويه من الستريت بعد تحطيم الستريت. ايش بينتج غير من الستريت؟ غير مركبات قلويه بينتج عندي اوكسالو اسيتات اسيد واسيتك اسيد، تمام. بينتج عندي اوكسالو اسيد، اوكسالو اسيتك اسيد واسيتك اسيد. طيب الميديوم ايش اسمه اللي بنستخدمه فيه الستريت يوتيلايزيشن تيست؟ اسمه السيمونز ستريت اجار، تمام. اذا تيجي هنا بنشوف السيمونز ستريت اجار. طيب لما يتحول للون الازرق معناته في عندي ستريز انزيم كسر الستريت لاوكسالو اسيتات اسيد واسيتك اسيد. طيب معناته البكتيريا قدرت انها تحطم وتاخذ عنصر الكربون من الستريت، قدرت تاخذ عنصر الكربون من الستريت وقدرت تنمو. اللون الازرق دلاله على النمو، فاذا بوزيتيف ريزلت لما يكون لون ازرق، ونيجاتيف ريزلت لما يكون اللون اخضر، تمام. نيجاتيف ريزلت لما يكون لون اخضر. ظل عندي اربع اشياء من اصل 13 فهانت واجتهدوا بالله. نبدا بالاوكسيديتس تيست. الاوكسيديز تيست يا جماعه انه عندي انزيم الاوكسيديز، تمام، عندي انزيم الاوكسيديز اللي هو بحط بعض المواد اللي هم اوكسيديز ريجنت، تمام. اذا حطمهم الاوكسيديز انزيم بتحولوا لديب بيربل كلر، تمام، ديب بيربل كلر. فبعض المواد، بعض انواع البكتيريا زي سيدونوماز ارجينوزا، تمام، عندها الاوكسيديز انزيم، فبتحطم الاوكسيديز ريجنت وبيطلع عندي ديب بيربل. اذا ما موجود زي الشيجيلا، بعض انواع الشيجيلا، طيب هذول اوكسيديز نيجاتيف، اوكسيديز نيجاتيف. فعليا كل الانتيريو بكتيريا سي ذي ار اوكسيديز نيجاتيف، كل انواع البكتيريا اللي بتعيش في الجهاز الهضمي ذي ار اوكسيديز نيجاتيف. طيب في عندي الكاتاليز تيست، هون بكشف عن الكاتاليز انزيم
وقدرته على تحطيم ال H2O2 الى H2O و O2، تمام؟ H2O و O2. اذا كان كاتاليست بوزيتيف طلعوا نتج عندي O2، تمام؟ وهو غاز، معناته راح ينتج عندي فقاعات زي هيك كاتاليست بوزيتيف. اذا كان كاتاليست نيجاتيف، تمام، ما راح ينتج عندي فقاعات، ما راح ينتج عندي فقاعات. طيب، فهذا الاختبار بيميز فيه بين الستافيلوكوكس والستريبتوكوكس، بس نحكي عنهم راح نشوف انه فعلا من اهم الاشياء اللي بيميز بين الستافيلوكوكس والستريبتوكوكس، غير الشكل تحت المجهر، لانه الشكل تحت المجهر ممكن يخربه، ميز بيناتهم انه الستافيلوكوكس كاتاليست بوزيتيف قادره انها تحطم H2O2 تنتج بابلز، والستريبتوكوكس از كاتاليز نيجاتيف، از كاتاليز نيجاتيف، تمام؟ في عندنا الكوجيوليز تيست، في عندنا الكوجيوليز تيست، ايش قصته هذا؟ انه بكون عندنا كوجيوليز انزيم بيحول الفايبرونوجين لفايبرين، بيحول الفايبرونوجين لفايبرين. الفايبرين بتعمل كلوتينج، بتعمل تخثر، تمام؟ فطلعوا هنا في عندنا فايبرين كلوت، معناته هذا كوجيوليز بوزيتيف، تمام؟ باستخدام انزيم الكوجيوليز ممكن نميز بين نوعين من انواع الاستافيلوكوكس. طيب، استافيلوكوكس اوريوس عن بقيه انواع الاستافيلوكوكس عموما. طيب، بميز استافيلوكوكس اوريوس انها هي عباره عن بوزيتيف كوجيوليست كوجيوليزر تيست، تمام؟ لما نحطها في كوجيوليست تيست بتطلع نتيجه بوزيتيف، بتطلع لي بفايبرين. طيب، وبكل بساطه بقدر اعرف انها استافيلوكوكس اوريوس. طيب، اذا ما طلعت معناته بعرف انها نوع اخر من انواع استافيلوكوكس، اما بتكون استافيلوكوكس ابيديرميدس، اما بتكون استافيلوكوكس سابروفيتيكاس الى اخره. طيب، اخيرا وليس اخرا اليورياز تيست. طيب، اليورياز تيست بكل بساطه اذا في عندي انزيم اليورياز بحطم اليوريا، تمام، الى امونيا وبنتج عندي امونيا. الامونيا بوست الانديكيتر راح يطلع اللون زهري، تمام، راح يطلع اللون زهري. اذا ما طلع فيه عندي راح يضل نفس اللون الاصفر، تمام، راح يضل نفس اللون الاصفر. في عندي بكتيريا زي البروتياس فولغاريس، هاي بتحب تعطي اللون الزهري لانها يورياز بوزيتيف. في عندي زي الايكولاي، هذول نيجاتيف، تمام، هذول يورياز نيجاتيف. طيب يا جماعه، حنعيد على السريع اللي حكيناه. 13 تيست، ترى الاول بيجمنت برودكشن، اما بيطلع اندو بيجمنت اما بيطلع اكسو بيجمنت، اما البيجمنت تكون محصوره في الكولوني اما بتعمل ديفيوزنج. طيب، عندنا الهيموليسيس اون بلاد اجار، اما بكون في عندي كومبليت هيموليسيس تحطيم كامل لون ذهبي، اما بارتيال هيموليسيس بيطلع لون اخضر، اما نو هيموليسيس، تمام، ما بيطلع عندي اي لون، بضل لون احمر لون الدم. في عندي الماكونكي اجار بميز بين اللاكتوز فيرمنترز والنون لاكتوز فيرمنترز، اللاكتوز فيرمنترز راح يطلعوا لي لون زهري والنون لاكتوز فيرمنترز راح يطلعوا لي هيل كلر، تمام، لون شفاف. بعدين في عندي جلوكوز بروث وذ دورهام تيوبز، تمام، هذول بيعملوا فيرمنتيشن للجلوكوز، بيكشفوا اذا هل الجلوكوز راح ينتج منه اسيد بايروفيك اسيد ولا لا. طيب، واذا نتج عندي بايروفيك اسيد راح ينتج منه غاز ولا لا؟ فاذا ما نتج شيء ما صار فيرمنتيشن، بضل اللون زهري، اذا نتج شيء بصير لون اصفر، اذا نتج شيء مع غاز بصير لون اصفر، بضل في فراغ عندي فوق، تمام؟ طيب، حكينا عن الاندول تيست. الاندول تيست شو قصته يا جماعه؟ حكينا الاندول تيست انه بتكثر عندي الامينو اسيد تريبتوفان الى اندول. طيب، بوجود الكوفاك ريأجنت الاندول راح يظهر باللون الزهري، تمام؟ فبميز بين الايكولاي والكليبسيا انه الايكولاي بتطلع لون زهري اللي هي بتعطي بوزيتيف تيست، تمام، بينما الكليبسيا بتعطي نيجاتيف تيست. طيب، بكل بساطه اذا صار كان عندي اندول بوجود الكوفاك ريأجنت بيطلع لون زهري، تمام، ما في ما بيطلع لون زهري. في عندي الهيدروجين سلفايد برودكشن تيست، امثل عليهم السلفايد انودول موتيليتي وتريبل شوجر ايون اجار، تمام، تريبل شوجر ايون اجار. شو اللي بيصير بالضبط؟ بيصير انه عندي انزيمات بتحطم السلفار كونتيننج كومباوندز وبتطلع منهم سلفايدز، طلع منهم سلفايدز. بوجود الايرون كومباوندز راح يطلع عندي، بقدر يعني اعمل ديتكشن اذا طلع عندي سلفايدز زي الهيدروجين سلفايد، ويطلع عندي لون اسود، يطلع عندي لون اسود زي ما انتم شايفين. هنا بوزيتيف تيست، هنا نيجاتيف تيست. ايش الاشياء اللي بستخدمها؟ بعض البكتيريا ممكن اكشف عنها بهذه التيست، زي السالمونيلا، زي الفرانكيسيلا، زي البروتياس سبيشيز. طيب، في عندي الميثيل ريد رياكشن، وفي عندي الفوجس بروسكار رياكشن. شو حكينا هذول الاثنين؟ هذول الايكولاي والكليبسيا. بس الاول بيعمل فيرمنتيشن للجلوكوز وبينتج مواد معينه، تكشف لي عن الصبغه الحمراء هاي. فاذا نجت الصبغه الحمراء هاي بعرف انه عندي ايكولاي بوسط هذا الاختبار، اذا ما نجت صبغه صح حمراء ظلت صفراء بعرف انه عندي كليبسيا. هون العكس، هون اذا صار في تحول نجت عندي صبغه زهريه، تمام، بعرف انه عندي كليبسيا. هون برضه فيرمنتيشن للجلوكوز، تمام، بنتج عندي ماده اسمها الاسيتيل ميثيل كاربينول. طيب، الاسيتيل ميثيل كاربينول بضيف عليه بعد هيك كي او اتش او اي قاعده قويه، تمام، فراح يتحول اللون للون زهري او بني زي ما انتم شايفين تيرن بينك. طيب، فشو اسمه بينتج، بعرف انه هون عندي كليبسيا، اذا ما نتج بعرف انه عندي ايكولاي. طيب،
ثريت يوتيلايزيشن تيست حكينا بستخدم انزيم الستريز، استخدم انزيم الستريز طيب اجل تحطيم بعض مركبات الستريت الى مكونات الاساسيه زي الاوكسال واسيتيك اسيد، اسيتيك اسيد. مين اللي بيعمل هيك؟ البكتيريا اللي بتعتمد على الستريت كمصدر وحيد للكربون. طيب فانا بحط البكتيريا في مكان ما فيه غير ستريت، اذا هاي البكتيريا عندها ستريت ستريز راح تقدر تستهلك الكربون، بالتالي راح تقدر تعيش. طيب اذا ما قدرت معناته ما راح تقدر تعيش. مين الميديا اللي بيفرق بيناتهم؟ سمو الستريت اجار. طلعوا هون قدرت تعيش وانتجت اللون الازرق، معناته قدرت تستفيد من الستريت اللي هون وتنتج منه كربون، معناته فيها ستريز. هون ما قدرت تعيش معناته ما فيها ستريز، نو كلر تشينج، معناته ما في بكتيريا جروث. وانا صار في كلر تشينج فروم جرين فروم بلو، بالعكس يعني فروم جرين كلر تو بلو، ما اعرف ايش هون عكسين. طيب ات انديكيتس جرو اوف بكتيريم اف اوكورس. طيب اخر اربع اشياء الاوكسيديت تيست حكينا يحول الاوكسيدايزر اوكسيدايز ايجنت تمام وبيظهر لون بيربل وسط الاوكسيدايز انزيم. وهنا الكاتاليز تيست حكينا وسط الكاتاليز انزيم نكسر ال H2O2 الى H2OO2. اذا كان التيست بوزيتيف راح يطلع عندي O2 من هنا. طيب يظهر عندي فقاعات، يظهر عندي فقاعات. عندي الكوجيوليز تيست، عندي الكوجيوليز تيست طيب بتحول عندي الفايبرينوجين بواسطه الكوجيوليز الى فايبرين، بتشكل عندي كلوت، بتشكل عندي خثره. طيب واليورياز تيست اخر شيء اللي هو بعض البكتيريا بتفرز انزيم اليورياز اللي بيحول اليوريا الى NH3. اذا كان التست بوزيتيف بيطلع عندي لون زهري، اذا كان نيجاتيف طيب انا تو بيطلع عندي لون اصفر او برتقالي، المهم ما بيطلع لون زهري. امثل على البوزيتيف اللي هم البروتياس فولجاريس والنيجاتيف الايكولاي. طيب يا جماعه هيك بنكون خلصناهم هيك ال 13. ننط هلا على الجهازين. الجهاز الاول الاي بي اي سيستم. الاي بي اي سيستم بكل بساطه فيه عده انواع، مثلا الاي بي اي 20 اي. طيب بكون فيه زي انابيب صغيره، كل انبوب بيعمل تيست تمام، كل انبوب بيعمل تيست، فهو بيفيدني كثير في الكلاسيفيكيشن اوف بكتيريا. بدل ما اعمل كل تيست لحال واقعد افكر شو التيست اللي بعملهم، لا بعمل التيست هو كلهم مع بعض مره واحده وبطريقه بسيطه. طيب ممكن اعمل كويك ايدنتيفيكيشن للبكتيريا اللي انا عارفها، اللي انا عارف تصنيفها من قبل بس انا مش عارف شو بين ايدي هلا تمام. يعني انه البكتيريا قصدي محدد نوعها، يعني مش انها مكتشفه حديثا او لسه ما اكتشفت، لا مكتشفه من قبل. طيب فانا بقدر اعملها ايدنتيفيكيشن، بقدر اعملها ايدنتيفيكيشن. البكتيريا غالبا بستخدمه لما بدي اكشف عن بكتيريا مهمه سريريا. طيب شو اسمه، شو بيسوي بالضبط؟ عندي حكيت 20 انبوب. طيب بكل بساطه بنعمل لهم انكيوبيشن تمام، بحط في كل واحد فيهم، هو الجهاز لحاله بحط في كل واحد فيهم شويه بكتيريا ونشوف شو التغيرات اللي بتطلع. بيطلع لي اياهم بطبعهم على ورقه، بطبع لي اياهم على ورقه. في واحد متطور اكثر اللي هو الاوتوميتد بكتيريا، هذا بيشتغل لحاله كمان، مش بيشتغل على انابيب، لا ايضا بيشتغل على شرائح تمام، بيشتغل على شرائح. بدي اقدم اكثر، يعني الهدف من التنين انه بس تاخذوا فكره عامه. طيب بعطي هذا النتائج بسرعه كثير، من 4 لـ 6 ساعات، بعطي من 4 لـ 6 ساعات. طيب الامثله عليه الفيتك سيستم. الفيتك سيستم انتم خذوا بس فكره انه شو اللي بيصير بالضبط. هون بنستخدم كاردز، نستخدم بعض الكاردز تمام اللي بيكون فيهم شويه مواد اللي بيصير فيهم بايوكيميكال رياكشنز. فمجموعه من البايوكيميكال رياكشنز قريب على اللي قبل بس متطور اكثر، مش تيوبز، هون كاردز تمام، كاردز وطلع النتيجه بشكل اسرع والكتروني تماما. اسمه الفيتك سيستم، زي ما انتم شايفين جهاز على الكمبيوتر وطلع لي النتائج وطلع لي ورقه مهندسه. طيب على هذول الكاردز اللي هنا بيكشف لي كل واحدة شو صار هذا وبيطلع لي النتيجة بالآخر على الجهاز. طيب فبيساعدني أكثر بكثير تمام يا جماعة. هلا بالمناسبة مرات هاي ما حكيناها، إنه ممكن نستخدم بعض الحيوانات لزراعة بكتيريا في المختبرات. في بكتيريا بجوز حكيناها بالمحاضرة الثالثة، وفي بكتيريا ما بتنمو لا برا المختبر في كلتشر ولا بتنمو حتى جوا الخلايا في التيشو، في التيشو سامبلز. محتاجين انه نحقن حيوان فيها علشان تنمو ونعرف انها موجوده ولا لا. بنستخدم بعض الحيوانات زي المايس والجواينا بيجز تمام. الجواينا بيجز هذول هم يعني مش خنازير بقدر ما هم نوع من انواع القوارض. استخدم احيانا الرابتس ولو انه هاي قليله تمام، صارت ليميتد هاي الاستخدامات، ولكن لسه بنستخدمهم في بعض الاحيان نكشف عن بعض انواع البكتيريا زي الليبرا باسيلي تمام، زي الليبرا باسيلي وغيرها من انواع البكتيريا هاي اللي بتسبب الجثام، تسبب مرض الجذام. طيب بنكشف عليها، بيتم عن طريق حقن حيوان، بنشوف اذا هذا الحيوان اصيب بالجذام بنعرف انه البكتيريا موجوده فيه. طيب طيب مرات مو بس نكشف على البكتيريا، مرات لنشوف قديش راست هاي البكتيريا قدرتها على المقاومه، مقاومه المناعه. مثلا اذا حقنا في جواينا بيج مثلا نوع من انواع البكتيريا زي الدفتريا ومات هذا الحيوان، معناته
هذا الاورجانيزم البكتيريا اللي هي الدفريا قويه جدا، توكسيجينك، تمام، توكسيجينك. هذا الشيء انه نعرف الفيريولنس تبع البكتيريا ونعمل كلتشرنج للبكتيريا، مش بس الفوائد الوحيده، ايضا قدرنا نستخدم هذول الحيوانات لان نصنع بعض اللقاحات والانتيبيوتكس، تمام، اجراء التجارب عليهم قدرنا نستفيد منهم اجراء وانتاج بعض اللقاحات والانتيبيوتكس. طيب يا جماعه، الان خلصنا كل البايوكيميكال رياكشنز، نيجي على الاميونولوجيكال ميثودز. الاميونولوجيكال ميثودز بكل بساطه احنا بنعمل تيستينج، ندور على انتيجنز وندور على انتي بوديز، تمام، ندور على انتيجنز وندور على انتي بوديز. طيب الانتي بوديز اللي هم الاجسام المضاده produced by the immune host system، والانتيجنز اللي هم الاشياء اللي بتكون على البكتيريا او اللي بيستجيب ضدها او على اي مسبب مرض بيستجيب ضدها الجهاز المناعي. فينا العديد من الاختبارات الاميونولوجيكال مطلوب حفظهم الثمانيه هذول، راح نقراهم على السريع. فينا البريسيبتانت تيست، بريسيبتانت تيست او بريسيبتيشن تيست، تمام، يندرج تحتيهم نوعين، الاميون ديفيوجن والاميونو اليكات فوريسز، تمام، الاميونو اليكات فوريسز. عندنا الاجلوتينيشن تيست، في عندنا نيوتراليزيشن تيست، طيب، في عندنا بريسيبتيشن، اجلوتينيشن، نيوتراليزيشن، في عندنا الكومبلمنت فيكسيشن، في عندنا الاميونو فلوريسنس، طيب، في عندنا الراديو اميونو اساي، في عندنا الاي ال اي اس اي اللي هو انزيم لينكد اميونو سوربنت اساي، واخيرا وليس اخرا في عندنا الويسترن بلوتينج. تمام يا جماعه، هذه اختبارات مناعيه تساعدونا في الكشف عن انواع البكتيريا المختلفه. طيب حكينا عن الفيش تايبنج، الفيش تايبنج بتستخدمه يعني كشف عن شغله ادق حتى من السبيشيز، مش احنا حكينا البكتيريا في عندنا جينس وفي عندنا سبيشيز، لا السبيشيز ايضا بيكونوا مقسمين لسترينز، مرات بيكونوا مقسمين لسترينز، اذا بدي اكشف عن سترين معينه بستخدم هاي الوسيله. شو بالضبط بتسوي؟ اللي بتساوي انه بكون في عندي زي هيك دش، تمام، وبجيب انواع مختلفه من البكتيريوفيج، تمام، كل بكتيريوفيج، فعليا البكتيريوفيج هذول هم عباره عن فيروسات بتصيب البكتيريا بامراض، كل بكتيريوفيج بتكون سبيسيفيك لسترين معين، وهنا نوع بكتيريا واحد موجود. طيب فانا عند كل جهه بحط بكتيريوفيج معين، المكان اللي بصير فيه اصابه، تمام، بصير فيه اصابه بصير فيه لايسز ثواني بس لانه انقطع. طيب وين كنا؟ فكنا بنحكي، نعيد السلايد مره ثانيه عشان بعرف شو انقطع الاتصال. كنا بنحكي انه في عندنا انواع من البكتيريوفيج، كل بكتيريوفيج بيصيب سترين معين فقط، فاحنا بدنا نكشف عن نوع السترين، بنقسمها لعده اقسام وكل قسم بندخل عليه بكتيريوفيج معينه، المكان اللي بيصير فيه اصابه بقدر اعرف السترين فيه. اذا البكتيريوفيج از ميثود فور ديتكتنج سنجل سترينز، تمام، للبكتيريا. طيب بفيدنا خصوصا لما يطلع لنا سترينز جديده او لما نقعد ندور على سترين معينه عشان نعرف شو سبب الانفكشن اللي مثلا صار عندنا اوت بريك، بالذات بالانفلونزا انتشر مرض الانفلونزا فجاه، بدي اعرف مين اللي عمل هذا الاوت بريك، استخدم الفيج تايبنج. طيب الفيروسات اللي بتصيب البكتيريا بامراض بنسميهم بكتيريوفيج، تمام، مرات بنسميهم فيج للاختصار، وهذول البكتيريوفيج كان انفكت سنجل سترين، فقط سنجل سترين. طيب هذا الشيء بفيدنا انه نميز بين السترينز المختلفه من البكتيريا. طيب يا جماعه شو بيعملوا بالضبط على البتري ديش؟ بيعملوا لايسز للبكتيريا، بيعملوا لايسز للبكتيريا. فانا بحط على سيرتن بكتيريا معينه مجموعه من الديفرنت فيج جروبس، تمام، وبتركهم يعني. هلا اذا صار في لايسز في جهه معينه بقدر اعرف شو اسمه، بقدر اعرف نوع البكتيريا، بقدر اعرف الاثنين تبع البكتيريا. طيب خيرا وليس اخر الجينوتايبك ميثود، هذا اخر شيء في التايبنج، بعدين ندخل على التصنيف اللي هو اخر جزء من محاضرتنا. الجينوتايبك ميثود بكل بساطة هو وسيلة صارت متقدمة، يعني حتى يعني كثير صرنا نستخدمها في القرن الواحد وعشرين ميلادي. طيب بتساعدنا على الكشف بين الفروق كثير دقيقة بين أنواع البكتيريا، طيب، وبتساعدنا أيضا على تصنيف البكتيريا، بتساعدنا في البكتيريا اللي ما بتنمو بسهولة في المختبر ممكن أعملها جينوتايبنج ميثود، تمام. من الأمثلة عليها النيوكليك أسيد بروبز والبي سي آر، هو البي سي آر أشهر وأهم مثال. طيب في عندنا النيوكليك أسيد سيكونس أناليسز، في عندنا 16 اس ار ان اي أناليسز. طيب في عندنا الار اف ال بي اللي هو اختصار للريستريكشن فراجمنت لينث بوليمورفيزم، تمام، في عندنا البلازمينج في بلازميد فينجر برينتينج، تمام، بلازميد عارفين شو هو البلازميد، جزء من البكتيريا، وفينجر برينتينج معنا بصمه، تمام، فاحنا بنكشف عن البلازميد زي كانه بصمه للبكتيريا. طيب ايش بفيدنا هذا؟ بفيدنا انه سريع، تمام، والاكيوريسي تبعته دقه عاليه، وغالبا مش مكلف، ولو انه مرات بيكون مكلف اكثر من غيره بس غالبا مش مكلف. نستخدمه ايضا للبكتيريا اللي بتنمو ببطء، واحيانا لما يكون في عندنا بكتيريا غريبه، تمام، unusual phenotypic trait
او احيانا البكتيريا مثلا انا ما بعرف شو تصنيفها، بدي ابلش ادرس عنها، بستخدم الجينوتيبيك ميثودز. تمام، بستخدم الجينوتيبيك ميثودز. طيب ايضا ممكن استخدمها في غير هيك، غير عن الكشف عن انواع البكتيريا، ممكن استخدمها في مثلا نعرف شو قوه البكتيريا او الفيريولنس، عنفها للبكتيريا ضد انواع معينه من الخلايا، او كيف ممكن تسبب امراض، ريزيستنس ضد بعض انواع المواد يعني او المضادات الحيويه. فانا بدي اكشف عن سترين جديد، بدي اكشف عن سترين جديد. طيب وايضا احيانا اذا بدنا نشوف تو كنترول ديزيز اوت بريك، مثلا حكينا انفلونزا انتشر في مكان معين، طيب فانا بدي اعرف شو السترين. طيب بدل ما استخدم البكتيريوفيج مرات بستخدم شو اسمه، مرات بستخدم الجينوتيبيك تيست. تمام، بستخدم الجينيتيك تيست. طيب يا جماعه هلا خلصنا كيف نعمل ايدنتيفيكيشن، ضايل اخر شيء الكلاسيفيكيشن. عارف انه المحاضره معجوقه والله يا جماعه، بس ما في حل غير هيك، يعني هي للاسف بهذا الشكل زحمه وكثير مليانه معلومات، وكثير منها معلومات مش مفيده، فعم نحاول يعني احنا انه نسهل قدر الامكان. هلا عندنا الادانسونين كلاسيفيكيشن، ايش هذا قصته؟ هذا اجى ادانسونين تمام، وشاف انه البكتيريا بتختلف في كثير شغلات، بتختلف في الجرام ستين، بتختلف في البيوكيميكال رياكشن، بتختلف في طبيعتها البكتيريا نفسها، فبلش يصنفها، حط التصنيف هذا. وين هذا؟ قال لك اول شيء يا عمي بنصنف البكتيريا بناء على السيل وول، هل هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، ولا مو جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف زي المايكوبكتيريا اللي بتندرج تحت الاسيد فاست ستين، ولا هي اوبليجيت انترسيلولار زي الريكيتسيا والكلاميديا، ولا هي ما عندها سيل وول اصلا زي المايكوبلازما. طيب وبلش يصنف البكتيريا بناء عليهم. راح نقرا الاشياء اللي حكتهم الدكتوره، للاسف الانواع هاي حفظ، بس اول هذول مثلا ممكن يكونوا سهلين. طيب البكتيريا اللي هي بتندرج تحت الاسيد فاست ستين اللي هي المايكوبكتيريا تيبركلوسز، ايش هي المايكوبكتيريا تيبركلوسز؟ ايش هم الانترسيلولار باثوجينز؟ حكيناهم من المحاضره الثانيه، الريكيتسيا والكلاميديا. هون المايكوبكتيريا تيبركلوسز، وهنا الريكيتسيا والكلاميديا، هنا اللي هي السيل وول منعدم فيها اللي هم المايكوبلازما، اللي هم مايكوبلازما. فاذا خلصنا من هذول الثلاثه، المايكوبلازما الوحيده اللي ما عندها سيل وول، الانترسيلولار بكتيريا اللي هم الريكيتسيا والكلاميديا، والاسيد فاست ستين المايكوبكتيريا تيبركلوسز. طيب الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، الجرام نيجاتيف بوزيتيف بكل بساطه يا بتكون كوكاي يا بتكون مكوره تمام، يا بتكون رديه على شكل عصي. اذا يا بتكون مكوره يا بتكون على شكل عصي، المكوره نوعين، ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس بس. طيب فاذا يا عصيه مكوره، مكوره ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس. ستافيلوكوكس يندرج تحتها ثلاث انواع، ستافيلوكوكس اوريوس، ستافيلوكوكس ابيديرميدس، وستافيلوكوكس سابروفيتيكس. طيب الستريبتوكوكس يندرج تحتها اربع انواع، ستريبتوكوكس اي، ستريبتوكوكس بي، ستريبتوكوكس بايوجينز، وستريبتوكوكس فيريدنس، ستريبتوكوكس فيريدنس. طيب يا جماعه فاذا الكوكي يندرج تحتها ستافيلوكوكس ثلاث انواع، ستريبتوكوكس اربع انواع. عندنا بعد الكوكاي عندنا الرودز، الرودز اما بيكونوا بيعملوا سبورز واما ما بيعملوا سبورز. سبورز ما بيعرفوا، ما بيحتاجوا تعرفوا انواعهم هلا، بس اعرفوا انه ممكن يكونوا ايروبيك سبورز ولا انايروبيك سبورز، ممكن يكونوا ايروبيك سبورز وانايروبيك سبورز. النون سبورز ممكن يكون شكلهم على شكل فيلامنت، ممكن يكون شكلهم على شكل رد تمام، ممكن يكون شكلهم على شكل فيلامنت، ممكن يكون شكلهم على شكل رد. يعني على شكل فيلامنت اللي هم الاكتينومايسس اسرائيلي، تمام الاكتينومايسس اسرائيلي، هذول بيسببوا امراض جلديه. طيب اذا صار عندنا الرودز، خلصنا الكوكاي ستافيل ستاف وستريبت. الرودز اللي هم النون سبور والسبور، سبور حكينا اما بكونوا شو اسمه ايروبيك ونون ايروبيك، نون سبور اما بكونوا فيلامنتس زي الاكتينومايسس الاسرائيلي وزي او اما بكونوا رودز. طيب يجي للجرام نيجاتيف، الجرام نيجاتيف اما بكونوا سبايرال، اما بكونوا رد واما بكونوا كوكاي، زي هون كوكاي رد بس هون في اضافه للسبايرال. سبايرال شو قصته؟ بس تريبونيميا، تريبونيميا احد انواع البكتيريا اللي بيكون شكلها سبايرال بس هو اللي تحفظوه. طيب الرد بكل بساطه اما بتكون عندنا ستريت واما بتكون عندنا كيرف تمام، اما الرد بتكون قصايه ستريت واما بتكون كيرف تمام. اذا كانت ستريت اما بتكون ايروبيك واما بتكون نون ايروبيك، اما بتكون ايروبيك واما بتكون نون ايروبيك. اذا كانت كيرف عندنا ثلاث انواع، الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر والفيبريو، الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر والفيبريو. طيب والكوكساي النايزيريا، الكوكساي النايزيريا. اذا مره اخرى البكتيريا اما انها تكون جرام بوزيتيف اما تكون جرام نيجاتيف، اما تكون اسيد فاست ستين اما تكون انترسيلولار اما تكون وولس. حكينا اذا كانت اسيد ستين على طول مايكوبكتيريا تيبركلوسس، اذا كانت وولس معناته على طول مايكوبلازما، اذا كانت انترسيلولار اما بتكون ريكيتسيا واما بتكون كلاميديا. طيب فاحنا ساعتها نجري اختبارات لقدام، بس هلا مش المهم تعرف انه الانترسيلولار هم الريكيتسيا والكلاميديا. هلا الجرام بوزيتيف نوعين، اما بكونوا كوكساي مكورات واما بكون الرودز عصي
طيب الكوكساي اما ستافيلوكوكس واما ستريبتوكوكس. ستافيلوكوكس حكينا ثلاث انواع، اوريوس ابيديرميدس سابروفيتيكس، اوريوس ابيديرميدس سابروفيتيكس. ستريبتوكوكس اربع انواع، اي وبي وبايوجينز وفيريدانس. الرودز حكينا اما بكون سبور فورمينج ولا سبور فورمينج، اما بيعملوا سبورز واما ما بيعملوا انتو سبورز. اللي بيعملوا سبورز اما بكونوا شو اسمه، اما بكونوا انايروبيك، اما بكونوا ايروبيك واما بكونوا انايروبيك، بس ما تحفظوا اسماء. نون سبور بس يحفظوا اسم واحد، اما بكونوا فيلمنتس واما بكونوا على شكل رود. تمام، اللي بكونوا فيلمنتس اللي من الرود، اما بكون الرود شكل رود طبيعي. تمام، اما بكون على شكل فيلمنت. اللي بيكون على شكل فيلمنت اللي هم الاكتينومايسيس الاسرائيلي. تمام، الاكتينومايسيس الاسرائيلي. الجرام نيجاتيف حكينا اما بكون سبايرال، اما بكون رود، واما بكون كوكساي. سبايرال بس تريبونيميا، بس اعرفوا انه من السبايرال بكتيريا اللي شكلها سبايرال وجرام نيجاتيف هي التريبونيميا. الرود حكينا اما بتكون ستريت واما كيرف. اذا كانت الرود ستريت اعرفوا انه منهم بيكونوا ايروبيك ومنهم بيكونوا انايروبيك، تحفظوش اسمائهم. اذا كانوا اذا كانوا كيرف عندنا ثلاث انواع من الكيرف رود جرام نيجاتيف. تمام، اللي بتكون شكلها رود ومنحنيه وهي عباره عن جرام نيجاتيف بكتيريا زي الفيبريو زي الكامبيلوباكتر زي الهيليكوباكتر. الكوكساي بس النايزيريا. تمام، الكوكساي بس النايزيريا. هذا تلخيص لبعض الشغلات اللي حكيناها. تمام، الرودز حكينا اما بيكونوا ستريت رودز واما بيكونوا كيرف رودز. كيف بكشف عنهم؟ الستريت رودز اما بيكونوا لاكتوز بوزيتيف، لاكتوز فيرمنترز يعني، واما بيكونوا نون لاكتوز فيرمنترز. اللي بيكونوا لاكتوز فيرمنترز تمام، ساعتها بجري عليهم اختبار الستريت، بشوف هل هم ستريت بوزيتيف ولا ستريت نيجاتيف. اذا كانوا ستريت بوزيتيف طيب بعرف انهم اكليبسيا، اذا كانوا ستريت نيجاتيف بعرف انهم ايكولاي. طيب اذا كانوا اصلا لاكتوز نيجاتيف ما بعمل اختبار ستريت، بعمل بشوف اذا في عندي هيدروجين سلفايد. اذا عندي هيدروجين سلفايد معناته البكتيريا سالمونيلا، اذا عندي هيدروجين سلفايد معناته البكتيريا شيجيلا، معناته البكتيريا شيجيلا. الكيرف دروبد اما بجري اختبار بشوف في اي اجار بنمو، اذا نما في الكامبي بلاد اجار معناته البكتيريا عباره عن كامبيلوباكتر، كامبي اصلا كامبيلوباكتر. اذا نمت البكتيريا في تي سي بي اس اجار معناته البكتيريا عباره عن فيبريو بكتيريا. تمام يا جماعه، يا رب ان الامور تمام، طولنا عليكم والله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.